محاضرة بعنوان The Unaddressed Distress Tackling Sexuality in Female with Mental Disorders. هبتدي بكيس سيناريو بنشوفها كتير في العيادة. بتيجي سيدة اسمها Mrs. S Housewife, جت العيادة بتشتكي من symptoms. الطبيب المعالج سأل بيفولفل الهيستوري, سأل لقى المريض عندها sad mood, loss of interest, difficulty initiating sleep, loss of appetite, feeling of worthlessness and death wishes. الطبيب المعالج ما كملش اكتر من كده وشخصها major depressive disorder وكتب لها sertraline in 150 milligrams. البيشنت جت الفولو اب بعد 3 اسابيع وكانت بتقول ان في امبروفمنت في كل السيمتوم دومين اللي فاتت. بعد كده اختفت زي عيانين كتير بنشوفهم, وجت 6 months later بتشتكي ان هي عندها a lot of problems with her husband up to ان هم انفصلوا عن بعض, وبعد كده بقت non compliant on the treatment وحصل لها recurrence لكل السيمتومز اللي فاتت. اما جينا بقى طبيب المعالج قرر يسال ايه المشاكل الزوجيه اللي حصلت, فقالت ان الهازبند واز نوت كونتنتد وذ ذير سيكشوال لايف. لكن المريضه كانت خجلت ان هي تتكلم في الموضوع ده, وان السايكايتريست نيفر ادريس ذيس توبيك بيفور. وهنا لازم نقف. احنا في السايكايتريك هيستوري بناخد ديتيلد هيستوري عن حاجات كتيره قوي, بنعرف العيان اكل ايه, شرب ايه, قاعد مع مين, عايش مع مين, مامته وبابا بيشتغلوا ايه. عمرنا ما سالنا على السيكشوال هيستوري العيانين اللي بيجوا لنا, وكأن ان احنا بنقول مسج للعيان ان الحاجة دي تابو او انا مش هسأل عنها خالص. ففي الكيس اللي فاتت دي كلها ممكن المريضة دي تكون كانت بتشتكي من pre-existing sexual disorder قبل ما خالص يجي لها onset of depression. ممكن يكون المريضة مع symptoms of depression والloss of interest, جالها loss of libido وsexual dysfunction. ممكن من الميديكيشن ان الطبيب المعالج كتبه يكون حصل لها سكشوال سايد افكت, لكن عشان انا ما سالتش انا عمري ما هعرف الاجابه. وهنا الصوره دي استوقفتني, هي صوره فار واقف خايف من قطه من الجحر. يا ترى المريضه خايفه تتكلم في الموضوع ده, ولا الطبيب المعالج هو اللي خايف يتطرق الى هذا الموضوع؟ طب ايه هي المعوقات اللي ممكن تقابل السايكايتريست وهو بيسال على الفيميل سكشوال فانكشنز ان سايكايتريك براكتس؟ ممكن الطبيب المعالج يبقى حاسس ان الموضوع ده سنسيتيف قوي ومحرج ان هو يتكلم فيه. ممكن الطبيب المعالج يبقى شايف ان الموضوع ده مش مهم اصلا ان انا اتكلم فيه, وده ويست اوف تايم وملوش اي علاقه بالدايجنوزس او بالمانجمنت. كتير من الاطباء ممكن يكونوا ما خدوش تدريب كافي في هذا الموضوع وخايفين يتكلموا في الموضوع ده علشان ما يبانش ضعفهم في هذا الموضوع. في سيرفي اتعمل في بريطانيا عن سايكايتريست بيتعالجوا سكيزوفرينيا, وسالوهم مين منهم بيتطرق الى السكشوال فانكشن, لقوا ثلثين البريتش سايكايتريست ما حدش خالص بيسال عن السكشوال فانكشنز وايل فولفيلينج السايكايتريك هيستوري. هتكلم بقى على المنتل ديس اوردر اند فيميل سكشواليتي, ولازم اشير الى بروفيسور دكتور روزماري باسون اللي ليها ابحاث كتيره قوي في مجال الفيميل سكشواليتي. السايكايتريك ديس اوردرز اللي عندنا از امبورتنت ريسك فاكتورز فور وومن سكشوال ديسفانكشن, وعلى عكس ما احنا متوقعين مش معنى ان السيده بتعاني من مرض نفسي الا ان السكشوال فانكشنز بتاعتها مهمله او مش امبورتنت ليها. دلوقتي بقى هتكلم على كل منتل ديس اوردر وعلاقته بالسكشواليتي. السايكوتيك ديس اوردرز ان الفيميل سكشوال ديس فانكشن, ايه البوسيبل ايتيولوجيز اللي ممكن تخلي الفيميلز والسايكوزيس يكون عندهم ديفلوبينج سكشوال ديس فانكشن؟ ممكن من البوزيتيف اند نيجاتيف سيمتومز اوف ذا ديزيز اتسلف, ممكن من الانتربيرسونال ديفيكولتيز اللي بتقابل السيده التي تعاني من السكيزوفرينيا, ممكن من الوصمه اللي السيده دي بتعاني منها, ممكن من فتره الايداع الطويله هي ديفلوب سكشوال سايد افكت, ممكن الانتي سايكوتيك ميديكيشنز اللي احنا بنكتبها تكون ادت الى سكشوال ديسفانكشن. طب ايه هو الميكانيزم اللي ممكن الانتي سايكوتيك تعمل بيه سكشوال ديسفانكشن؟ اول حاجه طبعا زي ما اساتذتي قالوا الدوبامين بلوكيد. الدوبامين بلوكيد ده الدوبامين هو الموتيفيشن, هو الديزاير. اما هعمل دوبامين بلوكيد هيقلل اكيد الديزاير. الدوبامين بلوكيد برضو بيزود البرولاكتين, اما البرولاكتين بيزيد بيحصل منسترال ايريجولاريتيز وجالاكتوريا. الالفا 1 بلوكيد والانتي كولينرجيك افكت زي ما بيعمل دراينس اوف ذا ماوس بيعمل برضو دراينس اوف ذا فاجينا, وبيعمل امبيرمنت ان لوبريكيشن ان وومن. الانتي هيستامينيك افكت اللي في الميديكيشن ممكن تعمل سيديشن, وده كونتريبيوت للسكشوال سايد افكت. As regards بقى الدبريشن, one of the core symptoms of the depression is the loss of interest. وكلمه loss of interest دي تحتها يبقى فيه loss of desire. لقوا ان السيدات طبعا اللي عندهم depression بيبقى عندهم decreased desire. الديبرست فيميلز برضو لقوهم بيعانوا 3 أضعاف من الجينيتال بينتريشن بين ديسوردرز. زائد الانتي ديبريسنت اللي احنا بنكتبها بتكونتريبيوت مور تو ذا سكشوال سايد افكتس.
وخصوصا الادويه اللي بتشتغل على الريابتيك انهيبيشن اوف سيروتونين اند ذا 5 اتش تي 2 ريسبتورز. ولكن الميديكيشنز اللي بتشتغل على الانكريز ابتيك اوف النور ابينفرين والدوبامين زي البيوبروبيون بيقللوا شويه السكشوال سايد افكتس. الكومنلي ريبورتد سايد افكتس اللي بنلاقيها ممكن تكون السبريشن اوف مع الانتي ديبريسنت سكشوال سبريشن اوف ذا سكشوال ديزاير اند اراوزل وديلي اور ابسنس اوف اورجازم. Less commonly reported impaired lubrication, pain and discomfort. وهنا ده table فيها الانتيديبريسنتس كلها والrisk of the sexual side effects. بالنسبة بقى للبايبولر disorder and the female sexual dysfunction. البايبولر disorder احنا عارفين ان عيان البايبولر بيقضي نص حياته في depression ونص تاني مانيا هايبومانيا. فnot only they experienced the same problems اللي بيقابلها العيان الدبريشن اليونيبولر ديبريشن الا ان في فتره المانيا والهايبومانيا العيانه بتعاني من increased risky sexual behaviors. ولقوا كان في ريسيرش لان all types of sexual dysfunction in bipolar patients were associated with increased suicidal plans and attempts and thoughts of death. Anxiety disorders are known to be risk factors of low desire and arousal. During the sexual response cycle لما السيده بتقابل الاراوزل بيحصل فيها increased sympathetic activation اللي هي بتفسره misinterpretation ان ده يكون حاجه threatening ليها فبيوقف بقيه السكشوال ريسبونس سايكل فتلاقي الانكشس patients do not experience any pleasure. My take home message for today اللي هي يا ريت to integrate female sexuality in your history taking in your psychiatric practice.